قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 69% من أطفال قطاع غزة من عمر يوم حتى 10 سنوات تلقوا الجرعة الأولى من لقاح شلل الأطفال. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن نسبة الأطفال الذين تلقوا الجرعة الأولى حتى الآن وصلت إلى 49% من الإناث و 51% من الذكور. كما أوضحت الوزارة أن تلك النسبة جاءت بعد مرور 7 أيام على انطلاق الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك ضمن الحملة المستمرة في محافظتي دير البلح وخان يونس والمناطق المجاورة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ سليم عويس، مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. سيد سليم، بعد التحية، بداية، كيف جرت عملية التطعيم في الأيام الماضية وما هي العراقيل التي واجهت تطعيم الأطفال؟ أهلا بكم. يعني فعلا 7 أيام بعد بداية هذه الرحلة في تلقيح الأطفال وإيصال هذا المطعوم لهم، بالتأكيد يعني كان أولا استجابة جيدة من الأهالي والأطفال، وكان يعني لغاية الآن هو مشروع ناجح يدل على أنه عندما تكون هناك إرادة على الأرض يمكننا تقديم الخدمات. طبعا بالتأكيد هذا لا يعني أن الأمور تجري بدون مصاعب ومشاكل. بالطبع النزوح الكبير، الأعداد الكبيرة، عدم القدرة للوصول إلى كل الأطفال أينما كانوا بسبب سوء الطرق أو عدم قدرة الأطفال للتوجه إلى المراكز، كل هذا يعني نجاح هذه العملية لغاية الآن، ولكن بالطبع هناك عراقيل كبيرة في ظل الوضع الصعب على الأرض. نحن نتكلم عن أطفال وعائلات يعني في أماكن صعب الوصول إليها، هناك مشكلة الطرق والوصول إلى هؤلاء الأطفال أو وصول الأطفال وعائلاتهم إلى مراكز التطعيم. لذلك يعني عمل أكثر من 2000 شخص من مقدمي الرعاية الصحية والعاملين في المجال المجتمعي للوصول إلى هؤلاء الأطفال أينما كانوا بالفرق المتنقلة. طبعا هناك كان يعني اضطررنا في بعض الأحيان لتغيير الاستراتيجية، تحريك الفرق بمواقع مختلفة، كل هذا طبعا بسبب الأوضاع الحالية. هناك صعوبات جمة. طب سيد سليم، ما هو الجدول الزمني؟ انتوا بدأتوا الآن من جنوب قطاع غزة، متى تنتقلون إلى الشمال، وما هو الجدول الزمني للانتهاء من تطعيم كافة الأطفال في قطاع غزة؟ بالطبع هناك الجدول المتفق عليه منذ البداية هو 3 أيام لكل مرحلة، وهي 3 مراحل، الوسط، الجنوب، ثم الشمال. انتهينا اليوم من المرحلة الثانية في الجنوب بعد المرحلة الأولى في الوسط. يتبقى علينا يوم بعد غد بداية المرحلة الثالثة في الشمال، تمتد لثلاثة أيام. نتمنى بذلك الحين أن نصل إلى الهدف من الأطفال الذين يجب أن يتم يعني إعطائهم اللقاح. طب هل يتم التنسيق مع الجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بسلامة الفرق الطبية التي تقوم بعملية تطعيم الأطفال؟ بالطبع هي العملية كلها يعني ابتدأت بعد أن تمكنا من إحراز يعني اتفاقية لوقف إطلاق نار مؤقت ومحدود مناطقيا، لذلك قسمت العملية إلى 3 مراحل. كان هناك وقف إطلاق نار في بداية أول مرحلة في منطقة الوسطى ما بين الساعة 6 و6:30 مساء، نفس الشيء في الجنوب. يعني الآن انتهت تقريبا، الآن انتهت وقت إطلاق النار أو الهدنة المؤقتة في هذا المكان. نبدأ بعد غد في 3 أيام من الوقف المؤقت والمحدود لإطلاق النار في شمال غزة. هذا ما نحاول فعله، وفي الأماكن التي لم يعني يشمل هذا الاتفاق هناك ترتيبات خاصة نقوم بها للوصول للأطفال في تلك الأماكن. طيب هل هناك أطفال فاتها ميعاد التطعيم لشلل الأطفال، أم أن الأمر تحت السيطرة فيما يتعلق بالتعامل مع شلل الأطفال وتطعيمهم؟ وأيضا
يعني وأنتم تقومون بعملية التطعيم للأطفال، ما هو الوضع الصحي للأطفال في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه السكان في قطاع غزة نتيجة للعدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع؟ بالطبع هناك يعني مشكلة ظهور شلل الأطفال كبداية هو بسبب نقص التطعيمات وبسبب مشاكل في نظام التصريف الصحي والنظافة بشكل عام والنظام الصحي. ولكن خلال الأيام الماضية يعني استطعنا من الوصول إلى 70% تقريبا كما تفضل 69% من الهدف الذي هو يعني أكثر من 600 ألف طفل دون سن العاشرة لضمان عدم انتشار فيروس الأطفال. وطبعا هذا الأمر يعني ما زال له بضع الأيام القادمة، ولكن سنرى إن نتمكن من الوصول إلى العدد الكامل. ولكن بالتأكيد يعني مجرد أننا قمنا بهذه الخطوة هو أمر جيد جدا. ما نحتاجه الآن هو دورة أخرى من المطعوم في نهاية هذا الشهر أو بعد 4 أسابيع من المطعوم الأول، والذي يعني يتم أو سيتم التفاوض عليها للحصول على نفس أو يعني وقت إطلاق نار باستخدامه للوصول للأطفال. طبعا الوضع الصحي بشكل عام بعيدا عن شلل الأطفال هو وضع صعب، كل الأطفال يعني للأسف تعرضون للكثير من المشاكل كانت تغذوية أو صحية، أمراض ويعني طفح جلدي، التهابات وما إلى ذلك. لذلك من المهم جدا أن نواصل هذه الجهود وأن نصل الأطفال أينما كانوا بالرعاية التي يحتاجونها. طيب يعني نعرض الآن على الشاشة صور للخيام في قطاع غزة والتكدس الحاصل، كيف ترى هذا الوضع المعيشي الصعب وتأثيراته على صحة الأطفال بشكل عام؟ بالطبع وقد كنت أنا في غزة يعني منذ وقت قريب ورأيت بأم عيني الوضع فعلا صعب، ويعني فعلا صعب نقل الصورة حتى تراها بعينيك. الخيام التي يعيش فيها الأطفال والعائلات، المناطق التي يعيشون فيها والتي نزحوا إليها، أكثر من 90% من السكان نزحوا والآن يعيشون في ظروف يعني لا يمكن أن ننظر إليها كأنها عادية. انتشار الأمراض وانتشار الأوبئة والوضع الصحي العام، عدم وجود المياه، الغذاء، الصرف الصحي، مياه الصرف الصحي متواجدة حول كل هذه الخيام بسبب نقص الخدمات ويعني تهالك الأنظمة والبنى التحتية، كل هذا يؤثر بشكل كبير على الأطفال وعلى عائلاتهم، يضعهم في خطر الأمراض وخطر أكبر من الأمراض إن استمرت، لأنه أصلا الرعاية الصحية للأسف غير موجودة الآن في قطاع غزة بالشكل المناسب. المستشفيات التي زرتها خلال الأسابيع الماضية كانت مكتظة بالمرضى، الأطفال والعائلات في أروقة المستشفيات يعالجون هناك أو ينتظرون علاج للأسف لا يوجد، والأطباء يعني فعلا يفعلون كل ما لديهم قدرة عليه، ولكن للأسف هو غير كافي لمواجهة الوضع. سيد سليم يعني أخيرا، هل لك ما أن ترسل رسالة إلى العالم توضح كيف هي الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة لتدمير الحياة في قطاع غزة وتأثيراتها على الوضع الحالي للأطفال في القطاع؟ يعني هناك أولا هناك مشكلة، المشكلة الأمنية، يعني الأطفال ما زالوا يموتون بسبب العنف الدائر وبسبب يعني استهدافات الهدمات الإسرائيلية بالتأكيد. تفضل سيد سليم. الأطفال ما زالوا يموتون بسبب استهدافات على مناطق المفروض أن تكون آمنة، على بنى تحتية مدنية كالمستشفيات كالمدارس التي نزح إليها الأطفال. هناك يعني مشكلة في وصول المساعدات إلى الداخل، هناك تقييدات كبيرة على هذه المساعدات وعلى الموظفين في المجال الإنساني يعني حتى نقوم بعملنا. فعلا الوضع صعب جدا، والحل الوحيد وهذا قد تكون خلاصة الكلام والرسالة الأساسية، الحل الوحيد هو وقف إطلاق نار فوري ومستدام. هذا الحل الوحيد لوقف معاناة الأطفال، وقف قتل الأطفال وإفاضتهم. بدون ذلك سنستمر أن نشهد
معاناة فوق معاناة للأطفال. أشكرك جزيل الشكر السيد سليم عويس، مسؤول الإعلام في مكتب اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.